أعزائنا أعضاء الجمال، مرحبا بكم في تقديم مستجدات وعروض الكتالوج لشهر فبراير. أول فقرة غادي نبداو بها هي فقرة المستجدات. أول منتوج هو لو دو بارفان سو فيفر اكستاتيك بوغيل اللي جاتنا بحلة جديدة أكثر عصرية وبرائحة جذابة. هاد لو بارفان مزيج من سفرجل، البندق واللبان المصمم للمرأة العصرية. دائما مع العطور المستجد الموالي هو لو دو تواليت سو فيفر اكستاتيك بوغيل، وهو يعتبر عطر لا يقاوم، فهو مزيج من الفلفل التيمود والقهوة والبخور، مما يجعله عطر رجالي جد مميز. هذه المستجدات فيها عروض جد مميزة، فيمكنكم شراء أي جوج وتوفير 50%، أي غتشريو جوج 358 درهم فقط. المستجد التالي جانا من لا مارك دوان، وهو الغوج على ليفغ دوان كولور ستايلست سوبر بوت اللي جانا بألوان جد عصرية ويعطي مظهر ممتلئ للشفاه. هذا المنتوج حتى هو جانا بعروض جد مغرية، فيمكنكم شراء أي جوج ب 134 درهم، أي توفير 50%. المستجد الرابع يخص الرجال، وهو بلسم معطر ما بعد الحلاقة بوسيس The Secret Man، وهو منتوج محدود. دائما مع مستجدات الرجال فهناك مجموعة نورت فورمان أكتيف كاربون المكونة من رغوة الحلاقة، منظف شعر الجسم والوجه 3-1، وأخيرا الصابون. ويمكنكم شراء المجموعة كاملة ب 155 درهم، أي توفير 45%. أما بالنسبة للمستجدات الموالية فهي مستجدات محدودة، وهي مجموعة جد أنيقة من أقراص الأذن The Lights. أما بالنسبة لهذا المستجد فهو من مجموعة دوان اللي جابت لنا مقاس الحواجب مع مشط لسهولة أكثر عند قص الحواجب. مجموعة لوفناتشور بدورها جاتنا بحلة جديدة مع بودرة تالك المعطر، وجابت لنا عرض رائع، فيمكنكم شراء بودرة تالك واحدة ب 39 درهم أو شراء جوج ب 64 درهم، وغتكون وفرتو 45%. المستجد الموالي جانا من عند لوف ماغنيت، وهو كريم اليدين بعطر الأزهار والكرز الجذاب، تصميم عصري ورومانسي لهذا الشهر. المستجد التالي من أنكولور، وهي لوحة ميك اب للعيون المكونة من 8 ديال الأضلال واللي كتعطينا نتائج مات مثالية. آخر مستجد لهذا الشهر هو تندر كير الشهير، وهو بلسم طبيعي متعدد الاستعمالات. والآن سنستمر لعروض هاد شهر. أول عرض لهاد شهر صالح من 1 إلى 14 فبراير فقط، فعند شراء منتج من اختياركم من المجموعة A وشراء منتج من اختياركم من المجموعة B غتحصلوا على كلا المنتجين بخصم ديال 60%، أي غتحصلوا على المنتجين 169 درهم فقط. بالنسبة للعرض الموالي فلكل طلبية بقيمة 200 درهم في هاد الكتالوج غتحصلوا على عطر عنبر إليكسير ميسوري 159 درهم، أي توفير 55%. دائما مع العطور ولكل طلبية بقيمة 200 درهم في هذا الكتالوج غتحصلوا على عطر سول 139 درهم، أي توفير 55%. مجموعة لوفناتشور حتى هي جاتنا بعرض جد مغري، فعند شراء رداد معطر منعش غتحصلوا على القناع ومقشر الشفاه بالمجان. بالنسبة لهذا العرض فعند شراء عطر جورداني جولد إسنسا غتحصلوا على سبراي الجسم بالمجان. دائما مع عروض لونيون بارفي فعند شراء أي كريم اليدين من اختياركم في هذه الصفحة غتحصلوا على مبرد الأظافر بالمجان. بالنسبة لهذا العرض فكيسعدني نخبركم أنه عند شراء منتج غتبرعوا بالمنتج الثاني إلى جمعية SOS قرى الأطفال. بالنسبة للعرض الموالي فعند شراء عطر لوس إن يو غتحصلوا على بلسم الوجه والاستحمام وجل الاستحمام بالمجان. بالنسبة لعروض دوان فيمكنكم شراء قلم العيون دوان من اختياركم ب 149 درهم، أو شراء جوج ب 78 درهم، أي توفير 50%. بالنسبة للعرض الموالي فعند شراء أداة لتنظيف البشرة سكين برو 3-1 يمكنكم الحصول على 3 علب كتضمن رؤوس الفرشاة ب 82 درهم لكل علبة. كل علبة غتحصلوا عليها ب 82 درهم ويمكنكم تحصلوا على 3 علب، وبهذا الشكل غتكونوا وفرتوا 50%. بالنسبة للعرض الموالي فيمكنكم شراء المجموعة المكونة من منظف الوجه المنشط ومستحضر الوجه بيور سكين ب 155 درهم، أي توفير 50%.
هذا العرض خاص بالنساء، فعند شراء أي منظف المنطقة الحساسة فيمينيل من اختياركم غتحصلوا على تعبئة ب 23 درهم. بالنسبة للعرض العناية بالقدمين، فعند شراء سبراي فيتاب ستحصلون على سيروم فيتاب ب 43 درهم، أي توفير 50%. بالنسبة للعرض الجاي، فعند شراء أي قناع أو مقشر من اختياركم لوف ناتور غتحصلوا على قناع أو مقشر آخر من اختياركم بالمجان. العرض الموالي كيمكنكم من شراء المجموعة المكونة من بلسم كريم اليدين ومزيل العرق ب 82 درهم، أي توفير 60%. بالنسبة لآخر عرض في هذا الشهر، كيمكنكم من شراء المجموعة المكونة من ردد معطر لوف بوشن بلوسوم كيس وقلم العيون دوان 92 درهم، أي توفير 60%. أوريفلام كتقدم لكم مجموعة جديدة من لامارك نوفيج واللي هي نوفيج سكين ريليف. هاد المجموعة كتحارب جميع علامات تقدم السن، وهي مصممة خصيصا للبشرة الحساسة، فهي تهدئ البشرة تقويها وفي نفس الوقت تقلل التجاعيد بشكل فعال، فهي مثبتة سريريا على تقليل التجاعيد إلى غاية 23% في ظرف 8 أسابيع فقط. هي كذلك تنقص من الإحمرارات والتهيجات وتمكن من الحصول على بشرة بأكثر مرونة. المجموعة الموالية من لامارك نوفيج هي مجموعة نوفيج بريليانس مصممة لتحسين نضارة البشرة، فهي تقلل من التصبغات كالبقع الداكنة وكتحسن مظهر تغيرات لون البشرة كالإصفرار والإحمرار واللون الباهت، وكتعزز النضارة ديال البشرة الطبيعية وكتوقف تغير لون البشرة عن طريق مجموعة من التقنيات. أول تقنية هي تقنية Skin Tone Regulator اللي كتوقف من إنتاج الميلانين الزائد من المصدر الخلوي، وكتواجه ظهور البقع الداكنة وغيرها من تلونات البشرة، بالإضافة إلى المستخلص الخلايا الجذعية النباتية ديال بلانتان لانسيولي اللي كتساعد على تحييد آثار الإجهاد التأكسدي وتنظيفها، كما أنها تقاوم تغيرات لون البشرة واستعادة حيويتها. وأخيرا استراتيجية الأكوا بانك اللي كتعطي الترطيب الشامل، وهي مصممة باش تعطي الترطيب وتحافظ عليه على مدار الساعة. المجموعة الموالية هي مجموعة نوفيج سكينرجايز اللي كتحارب جميع علامات تقدم السن الأولية بشكل فوري وعلى المدى البعيد، بالإضافة إلى ذلك كتقلل من علامات التعب، وهي تحافظ على حيوية البشرة وكتساعد إعادة شحن طاقة الخلايا وتنشيطها، كما أنها تمنح الحماية الشاملة من المؤثرات البيئية وكتساعد في تحسين إشراقة البشرة ب 25 مرة أكثر. مجموعة نوفيج سكينرجايز تناسب جميع أنواع البشرة وممكن استعمالها ابتداء من سن العشرين. إلا كنتوا كتعانيوا من ظهور تجاعيد دقيقة وتجاعيد تعبيرية وخصوصا في بداية الثلاثينيات، فضروري من إعطاء البشرة العناية اللازمة لمقاومة هاد العلامات. فمجموعة إيكولاجين رينكل باور كتعطيكم ترطيب عميق وتقليص مظهر التجاعيد التعبيرية بنسبة 49% من بعد مرور 20 دقيقة فقط، بالإضافة إلى تقليص الحجم ديالها بشكل دائم خلال 12 أسبوع فقط. مجموعة Ultimate Lift Contour Define كتستهدف شد البشرة ومحاربة الترهل، كما أنها تساعد في استعادة 40% من مرونة البشرة المفقودة في ظرف 4 أسابيع فقط. المكونات الأساسية ديالها هي تقنية لاسبارتو ليفت الحاصلة على براءة اختراع اللي كتساعد في تجديد إنتاج الكولاجين والإلاستين الطبيعي للبشرة للحصول على بشرة بأكثر مرونة مع محيط وجه أكثر تحديد. المكون الثاني هو مستخلص الخلايا الجذعية من نبات البوتلية اللي كيساعد على الحماية من تدهور الكولاجين وكيوفر مضادات أكسدة واقية للجذور الحرة اللي كتساعد في إبطاء شيخوخة الجلد. والمكون الأخير هو تقنية تريبيبتيد الحاصلة على براءة اختراع أيضا اللي كتزيد من إنتاج الكولاجين للمساعدة على ليونة البشرة وتنعيم الخطوط والتجاعيد. مجموعة نوفيج تايم ريستور للنساء فوق سن الخمسين، نظرا لأن البشرة كتصبح ناضجة فهي تحتاج ترطيب عميق وفعالية ضد التجاعيد والبقع الناتجة عن تقدم السن، فالمجموعة كتمكنكم من الحصول على بشرة بأكثر مرونة وترطيب أكثر.
وأخيرا مجموعة نوفيج مان، فهي مجموعة خاصة بالرجال تعطي طاقة فورية للبشرة للمحافظة على مستوى الترطيب، بالإضافة إلى محاربة علامات التجاعيد على المدى الطويل، وكتمنح نضارة للبشرة بنفس الطريقة اللي كتمنحها لها 24 ساعة من النوم. وبهذا الشكل كنكونوا سالينا المستجدات والعروض ديال هاد الشهر. كنضرب لكم موعد المستجدات وعروض جديدة الشهر الجاي.